مانك قاعدة عم تبكي وتترجينا هيك؟ معلم الجو بارد هون، ساقع كتير، وكمان ريشي رح يصير لوح تلج. فياريت تهدونا شوي. شو هالمشهد؟ كتير حلو، بطل واحد، عفواً بطلين، سليتوني كتير. اتصل بالشرطة يلا. وقت انضميت للشرطة وعدت احمي اهل مدينتي. شو يلي قاعدين عم نعمله هلأ؟ قلي شو عم نعمل؟ نحن مو قدرانين نعمل شيء أبداً غير إنه نتفرج على هالعالم هنن وعم يموتوا، بس ناخد الإذن من الضابط. أنا رح أوس كل المجرمين واحد واحد. سيدي، حتى لو ما أعطونا الإذن بالدقائق الجاية نحن لازم نقوصهم. سيدي سيدي، هنن على الخط. تمام. ألو، نعم. أكيد أنت معصب، هيك المفروض. لا تنسى الناس هون بأمري أنا. بعرف أنه أنت هلأ عم تخطط لحتى تقتلني، لا تكون مفكرني سهل. صدقني بعيد عن عيونك، لأنه ريشي أوبيروي غنيمة الكبيرة نجم المدينة، هو رهينة عندي هون وحياته بخطر. يا بتلحقوا يا لا، وكل لحظة عم تمر من عمره ما في معكم وقت ابدا. يا بتنفذولي كل مطالبي، يا اما انا رح اقتله واقتل الكل معه كمان. استنى، لا تعمل هيك، اعطيني شويه وقت. قلت لك المسؤولين عم يدرسوا مطالبك. اسمعني، هي الشغلات ما بتصير بسهوله ابدا، بدها وقت. نحن عم ندرس مطالبك، وبهي الاثناء انت ما رح تمس شعره من هدول العالم. عم تفهم شو عم اقول؟ تمام، رح أعطيك مهلة، بس اسمعني لقلك، أنا رح يخلص صبري إذا بتطول. صدقني رح أبعت لك جسة ريشي أوبيروي لقدام عيونك. ومو بس هيك، رح أبعت لك كمان كل خمس دقايق جسة جديدة، وساعتها أنت وكل مسؤولينك رح تندم على هذا الشيء. شكلهم ما رح يوقفوا شيء. ايه قلي سيدي، نحن تأخرنا كتير، مهنيش فقد عقله على الآخر، ممكن يعمل أي شيء. اتصل فيه فوراً، قله عم نبحث بمطالبه. سيدي مفكر إني ما قلت له هالشي من قبل؟ سيدي أكيد ماني حابب هالشي، بس لازم نتصرف فوراً. سيدي إذا بتريد أعطينا الإذن لنفوت ونخلص على مهنيش وكل المجرمين الباقيين. قلت لك لا، إذا فتت لجوا حياة العالم اللي جوا رح تكون بخطر، ما عم تفهم؟ بعرف سيدي.